نتيجة في الدقيقة 61 من ضربة جزاء، في حين هدف السي بي الوحيد سجله اللاعب ألسان كونتي في الدقيقة 29. هات نسمع مدرب الملعب التونسي حمادي الدو شنو حكى بعد الانتصار الأخير ضد فريق النادي البنزرتي في التصريح التالي لمدرب البقلاوة حمادي الدو. والله تصدقش ما نعرفش حتى الترتيب وما نحبش نعرف الترتيب، تركيز الكل على الخدمة، تركيز الكل على الكوميونيكاسيون مع الملاعبية، كيفاش نرجعهم، كيفاش الخدمة تكون من الناحية الذهنية ومن الناحية النفسية، كيفاش نرجع لهم الثقة في رواحهم، لأنه لو عندنا ملاعبية ممتازين إذا يكونوا متجاوبين ويطبقوا التعليمات ويكونوا ناغمين في مخهم ينجموا يربحوا أي فريق. دونك الحمد لله اليوم إيزيتي تري بيان أبليكي، كانوا رجال خدموا خدمة صحيحة في الملعب، مش سهل تروح بانتصار ضد نادي البنزرتي فريق كبير الملعب تاعو. بالمناسبة هذه نشكر الملاعبية على الروح العالية هذه على ليتا ديسبري هذه، جينا قلعنا كيما نقولوا الانتصار الملعب 15 أكتوبر، وبالطبيعة نهديو والجمهور بتاعنا اللي وقف معنا الجمعة اللي فاتت ومازال إن شاء الله باش يقف معنا، واللي متغشش أكيد على الفريق لكن إن شاء الله يرجع له الثقة في روحه. كان هذا تصريح مدرب الملعب التونسي حمادي الدو، انتصار مهم جدا للسي بي اللي كان طالب نذكره في المباراة هذية بطاقم تحكيم أجنبي وتم تعييله طاقم تحكيم مصري، وكالو ما أراد من خلال عودته بثلاثة نقاط من ملعب ديما يعتبر صعب أمام منافس محترم من نادي راضي البنزرتي. انتصار مهم يخلي حظوظ الملعب التونسي تتضاعف في الجولة الختامية من المرحلة الأولى للبطولة. سي شكري باللكح. شوف السيد، المقابلة هذه بقطع النظر عن الأمور الفنية والنتيجة والفوز بالملعب التونسي وقيمة الفوز نتاع الملعب ثلاثة نقاط واللي معناها نقاط من الذهب، والوضع نتاع نادي البنزرتي اللي تقعد من المقابلة هذه في الذاكرة هي مشهد خروج مدرب النادي البنزرتي خالد بن يحيى في سيارات الأمن. صحيح، يعني هذايا بالحقيقة مشهد مقرف، يعني بمعنى هذا مدرب سمعت شيء متحدث اسم خالد بن يحيى واسمه خالد بن يحيى، معنى في الاخر يعني كي معنى يشرف على فريق وغلط نهاية العالم، معنى المدرب يخلي سيارته في الملعب ويروح معناها لتونس في سيارة الأمن أو معناها في لوتوروت ما عرفش شكون عرضه تم تأمينه. صحيح، هذا شيء مقرف. وليه وشوف يا سيد وش نعملوا، رجع المدرب اللي نحيناه في أول الموسم اللي أشرف على حصة تدريب واحدة، تفهمش حاجة أنت. إذا كان معنا سفيان الحيدوسي اللي اليوم رسميا يعني مدرب للنادي مدرب للنادي البنزرتي، يعني أشرف على حصة وتم تنحيته في العشية بعد في الندوة الصحفية وشفنا كالمشهد المقرف، وبعد يتم الاستنجاد به يعني على غرار نفس الشيء أنيس بوجلبان فاز على النجم الرياضي السياحي وعمل معناها مردود طيب النادي السبيق تقدم فيه، يعملك نحيو في خلال نسبو جلبان ثم تو يعاود يرجع. يعني انا نحب نعرف المسؤولين هذيا اللي تاخذ في القرارات هذيا واللي تعين في المدربين هذيا كيفاش يفكروا كيفاش يخموا وشكون يحاسبهم. فهمتني تو هذه من ناحيه، يعني هذيا كما قلت لك معناها هذا اللي يقعد من الذاكره من مقابله بنزرتو ملعب التونسي من نادي الملعب التونسي الانتصار معناها في مقابله الموسم حسب رأيي انا، وعرف الملعب التونسي كيفاش يتعامل مع المقابله هذيا وفاز في الفوز معناه في المقابلة اللي يزمو يفوز فيها. ملعب التونسي بعد ما كان مش يلعب على نزول للرابطة الثانية أصبح يعني عنده إمكانية وعنده حضور باش يكون في البلاي أوف. أكيد جدا انتصار مهم للبقلاوة في ملعب 15 أكتوبر على السي بي 2 مقابل واحد، مباراة عملت بوليميك كيف كيف وسمعنا عليها برشا حديث، وكان احتضنها ملعب بوعليل حوار بحمام سوسة لحساب نفس المجموعة 1-1 بين أمل حمام سوسة والنادي الرياضي الصفاقسي. محمد أمين تريتر افتتح النتيجة الأمل في دقيقة 73 وأشرف الحباسي عدل في دقيقة 90+1 من خلال ضربة جزاء. هات نسمعوا مدرب أمل حمام سوسة نوفل إشبيل شنو أحكي بعد التعادل الأخير ضد النادي الرياضي إسفيقسي. خسرنا زوز نقاط وأهم زوز نقاط معنا نورمال ما معنا على المجهود اللي عملوه الأولاد وعلى معنا الانضباط التكتيكي بتاعهم وكلهم فيه اللي وراهوه، بصراحة كنا نستحقوا مع الفوز معنا الله غالب معنا أخطاء هذه فردية نحن ما يرحمنا حتى كي نقول كل صدق معنا توا فير بلاي
الواحد ويقبل كل شيء. اما فما فرق اخرين تختار ما عادي معنا فهمت، ما نعرفش نحن البلانتي في وقت حساس كيكا سبونتانيمون بون ما ندخلش في لي ديتاي مي بصراحه انا كنت قاسي شويه ضرب الجزاء في الوقت هذاك. تعطي مساحه الملاعبيه قاموا بالواجب تاعهم معنا ايزون في بوكو دي فور. اليوم اقول لك معنا الفريق بتاعنا كان عنده لي كومبيتونس باش ياخذ لي 3 بوين مالوريزمون فما دي ديتاي معنا ديما نقولوا الحمد لله ومزيد فما شانس معنا دو اي سي معنا جسكنا معنا ما نخسر. واحد واحد بين حمام سوسة والسي اس اس. والغريب في المباراة هذه أنه نادي رضي الصفاقسي يحتج على الحكم اللي رفض له هدف وقال أنه الهدف شرعي، وفي الجهة المقابلة أما الحمام سوسة يحتج كيف كيف على ضربة الجزاء اللي منحها حكم المباراة في آخر المقابلة وعدل من خلالها السي اس اس النتيجة. ومرة أخرى انتقادات كبيرة للحكام، وين ما كانوا وين ما زفروا سي شكري وين ما حلوا إلا وحلت معه هم الانتقادات والكلام اللي منفك معناتها لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وذا السبب الوحيد والأول والوحيد هو غياب منسوب الثقة يعني بتاع الجمعيات في حكام التوينس. توه كان يلقاو معناها المقابلات المتاع الجولة الأخيرة كلها بحكام أجانب. وتأكيد لكلامك برشا فرق خاصة اللي عندها مقابلات مصيرية طالبت رسميا بتعيين حكام أجانب. هذاك علاش ونحكي لك أنا التعيينات ما زالت إلى حد يا دي نحكي لك حاجة. الحكام المصارى اللي أداروا مقابلة ملعب التونسي نادي البنزرتي يعني الأربعة الحكم الرازم وزوز التواشة والحكم الرابع الطاقم كامل مازال فيه قالوا له ما تروحش مازال فيه يعني راك مش تدير مقابلة هالربع في بطولة يعني منتظر مقابلة الشاب ونادي الصفاقسي باش يدير الحكم اللي أدار مقابلة النادي البنزرتي والملعب التونسي معناها دائما إمكانية الاستنجاد بحكام أخرين أكيد ما إمكانية استنجاد فما مقابلات أخرين اللي يمكن يستنجدوا بها الحكام أجانب. هذه من ناحية ما أشبه اليوم بالبارح في فريق أمل حمام سوس عمناو الحمام سوس في الوضع هذايا كانت تفكر صحيح الضربة جزاء اللي تزفرت له ضد بنجردان واللي بدلت مع حمام سوسة كانت مش تلعب في البلاي اوف ولات مش تلعب على مجموعة تفادي نزول صحيح. يعني نفس تقريب الوضع ونفس السيناريو من حمام سوسة. فريق حمام سوسة الحقيقة وللأمانة يعني فريق ما يعملش برشا مشاكل سيد كركسوا معناها مسؤولين بتاعه او لاعبين بتاعه او جمهوره يعني ممكن يعني نقول من حمام سوسة يمكن الحلقة الاضعف في بطولة هي نعرف ضاحية في سوسة معناتها هنا شوالي ونعاقبوا المتربي صحيح صحيح نعاقبوا المنتظم وذي حتى ضمنيا اللي حاب يوصلوا ربما مدربنا وفي الشبيل يقول لك اذا كنا نحن ملتزمين ومنضبطين ونحتربوا القرارات ما نعيشوا الحلقة الاضعف في البطولة نولي يلزمنا نعملوا مشاكل باش ناخذوا حقنا. نقول هنا المقابلة هذه المقابلة هذه تقريبا نادي الصفاقسي فعاد فيها بضربة جزاء سجلها في الوقت البدل الضايع يعني من بعيد وباش حافظ على الحظوظ نتاعو. نادي الصفاقسي اليوم يربح هلال الشابة في صفاقس يلقى روحه في مجموعة التتويج وهذا كما قلت لك برشا حظ خدم نادي الصفاقسي في مقابلة حمام سوس. أكيد جدا إذا حمام سوسة تعادل مع السي اس اس واحد واحد فإنه مباراة كان احتضنها ملعب الشاد لزويتن وانتهت بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر بين هلال الشابة وضيفه النجم الرياضي الساحلي في مباراة أشرف عليها المدرب اسكندر القصري كمدرب جديد لهلال الشابة واقتلع نقطة أمام فريق جوهرة الساحلي. هات نسمعوا المدرب اسكندر القصري شنو حكاية بعد التعادل السلبي ضد النجم الرياضي الساحلي. كانت اخر فرصه للهلال الشابه باش يرتقي في الترتيب، دونك اليوم جينا على اساس انه باش ياخذ 3 نقاط. على مستوى التحضير التكتيكي والذهني حضرنا كل شيء، الملاعبيه يعرفوا ما لهم وما عليهم، ضيعنا برشا نقاط في الانكور دو روت، دونك اليوم ميزون في ان تري بون ماتش الحقيقه، بون ميتون دوزيام ميتون كيف كيف، رغم الضغط نتاع ليتوال رغم لا كاليتي دي جوار معناها مشاو سور لي كولوار مشاو في الوسط، احنا اللي اعاقنا اكثر هو لي بليسور. تصور انت معناها دي جوار انفلون كيما بوستا في اللاكس خرج كيما عزيز الشتيوي معناها اللي هو لو بيتور اللي ماركي فهمت لي دوز اتاكون معناها عملوا ان غران ماتش في البرومي ميتون رافائيل واسامه كل ثلاثة ايام ماتش سي فريمون ترو بور لي جوار دونك بروفون معناها على مستوى الذهني وعلى مستوى البدني. وهاك شوف انت لي بليسور معناها بانغورا وبوستا ورافائيل معناها برشا بليسور برشا الغالب هذيك ضريبه الريتم الصعيب نتاع البطوله. لو بروفير فرونسي يقول تونك يا لا فيا دي سبور مادام ثم الحياه ثم الامل، دونك احنا ماشيين على امل ناخذ 3 نقاط وباش نشرفوا هلال الشابه واللي باش يصير يصير.
مدام ثم الحياة ثم الأمل، هكا يقول اسكندر القاصري قبل مواجهة مصيرية لهلال الشابة وتنقل لمواجهة النادي الرياضي الصفاقسي. في الحقيقة اللي يحسب الاسكندر القاصري سي شكري هو فرض تعادل على النجم الرياضي الساحلي، نعرفه تقريبا نجم متصدر المجموعة هذه كان بكامل صفوفه في المباراة هذه. هلال الشابة رغم أنه تم منعه من الجماهير وملعبش المقابلة على أرضية ميدانه، لكن نجم شو نقوله أنه هلال الشابة اقتلع نقطة خليت حظوظه كاملة في قبل الجولة الأخيرة وقبل مواجهته للسياسيس. أول حاجة أنا حب تعليق على الملعب شادلي زويت، الحمد لله اللي رجع يحتضن المقابلات، يعني وقت اللي يولي نجم بدون حضور جمهور وحتى بدون حضور جمهور. ما تتفكر قبل ما أنها مترجع البطولة كان ملعب شادلي زويت معناه صعيب تأمين غير مقابلات وغير مؤهل لاحتضان المقابلات الرسمية. والحمد لله هلال الشابة بقدرة قادر رجع، معناها ملعب شادلي زويتن يحتضن المقابلات الرسمية في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نمشيو للمقابلة بالنسبة هلال الشابة، تقريب مقابلة يعني جرعة أمل النقطة هذه خلت هلال الشابة مقابلة صعيبة برشا تنتظره في صفاقس، ماهيش سهلة قدام فريق نادي صفاقس اللي تاريخه كامل وراه، يعني باش يلعب عليه نادي صفاقسي تقريبا مقابلة الموسم بالنسبه للنادي الصفاقسي. وقاعدين نتابعوا في هبه جماهيريه مطالبه جماهير السي اس اس بفتح حتى بعض المدارج والترفيع في طاقه الاستيعاب نتاع الملعب باش يكون اكثر عدد ممكن من الجماهير حاضره. اكيد مباراه كانت مقابله صعبه وصعبه جدا امل الهلال الشابه، وهذا علاش نقول يعني تقريبا بينا في المقابله ذي حظوظه صعيبه برشا، كان معناها كان يلقى فيها امل بتاع 3 نقاط، لكن هذه كره قدم ماشي علم صحيح كل شيء وارد فيها، لكن يعني انا منطقيا مقابله صعبه ونادي صفاقسي اقرب للفوز والذهاب كفريق رابع في مجموعة التتويج متاع المجموعة الثانية. اخر مباراة في المجموعة الاولى في الحقيقة كانت سبت انتقادات كبيرة للمدرب نبيل معلول مدرب الترجي اللي كان فريقه متقدم 2-0 فريق باب سويقة في ملعب المرحوم نجيب الخطاب بتطوين ثنائية رائد بوشنيبة في دقيقة 39 محمد علي برمضان ضعف نتيجة في دقيقة 54، لكن اتحاد تطوين عاد وسجل زوز اهداف تقريبا في 15 دقيقة، عزيز الكناني في دقيقة 74 وديالو كان عدل نتيجة للاتحاد في دقيقة 90. التعادل هذايا خليني نقولكم خلى الترجي الرياضي التونسي يفرط من جديد في الصدارة للنجم الرياضي الساحلي اللي اكتفى بالتعادل 0-0 امام هلال الشابة. في المقابل الترجي بدوره يتعثر ويتعادل امام اتحاد تطاوين 2-2. مقابلة ذي معناها تقريب زعزعت منسوب الثقة بتاع جماهير الترجي التونسي في الإطار الفني، على أساس تقريب هذه مقابلة ثالثة ما يحسنش التعامل في المقابلة معناها مجريات المقابلة وقت اللي تكون فايز حتى الدقيقة 74 أو 75 وترجع عليك فريق معناها تحت طوين ويسجل هدف ثم يسجل هدف التعادل، تغييرات معنا احنا ما شفناش المقابله الحقيقه، لكن من خلال صفحات الرسميه للترجي الرياضي التونسي يقولوا ان التغييرات اللي قام بها المدرب كانت ممكن هو المقابله انتهت في ذهنه معناها وبدا يخمم في مقابله نادي المريخ السوداني، لكن التغييرات ما كانتش معناها معناها عندها نتائج ايجابيه وخلت طريق حتى طويل يرجع في المقابله ويضمن حتى طويل التأهل يعني المجموعة التتويج. والترجي الرياضي التونسي يصعب على روح الذي شيء نعرفه، الترجي التونسي تنتظره مقابلة مع أمل حمام سوسة نهار الأربعاء معناه، ومقابلة في كأس رابطة أبطال الإفريقية ضد المريخ السوداني نهار السبت. هنا كيفاش يتعامل الإطار الفني بتاع الترجي التونسي؟ اسكو باش يريح لاعبين الاساسيين قدام حمام سوسة وهذا الاقرب هين فيها المقابله هذه هي المرتبه الاولى 4 نقاط حوافز اللي متاع اللي يصعد الترجي ياخذهم، او
مش يلعب مقابلته كاملة، لكن ممكن هذا يمس كما شفنا خالد بن يحيى في وقت ما رتح لاعبين ضد فريق الترجي ذات التونسي دفع ضريبة غالية. صحيح. يعني في المقابلة بتاع الملعب التونسي هذا علاش قول من نبيل معلول بين نارين بين خيارين، يا إما يشارك التشكيلة الأساسية يمكن يكون عنده تأثير سلبي في مقابلة كأس ربيع الأبطال الإفريقية، يا إما يرتح اللاعبين ويضيع فرصة مثلا باش يخوض ياخذ الأربع نقاط يعني بتاع الحوافز. وهنا كعلاش قلت لك أنا بخياري الخيار بتاع نبيل معلول معناها فيه نارين وذاك عليه صعب مهم بتاعه، حتى كما قلت منسوب الثقة مع أحبام بتاع الترجي التونسي، وحتى التعليق شفناها على أساس ما نبيل معلول ما هوش الراجل معناه والمدرب المناسب في الفترة هذه، خاصة أنه الترجي طموحاته هي كأس ربيع الأبطال الإفريقية. هذا بالنسبة لنتائج المجموعة الأولى. بالنسبة للمجموعة الثانية هات نبدأ بمباراة تحتضنها الملعب البلدي بسليمان وجامعة مستقبل سليمان مع أولمبيك سيدي بوزيد، وانتهت بانتصار الفريق المحلي مستقبل سليمان هدف مقابل صفر، هدف برنار باباكار في دقيقة 85، رغم أنه نفس اللاعب هذا باباكار كان ضيع ضربة جزاء في دقيقة 45. هات نسمعوا مدرب مستقبل سليمان طارق الجاني شنو حكى بعد الانتصار الفارد ضد اولمبيك سيدي بوزيد. الحمد لله نحن صبرنا حتى للاخر وربي جابنا في السويه برغم ان ضيعنا ضربه جزاء في الشوط الاول، هذيك احكام الكره. الحمد لله على الانتصار، وان شاء الله كما قلت الانتصار هذا رجع الثقه في الجروب الكل، ومازلنا ماتش في بنغردان ان شاء الله نعملوا نتيجه طيبه ونعملوا مرحله تفادي النزول بها ان شاء الله. ميم كلاسمون بالطبيعه نخموا في النقاط الحوافز، عندنا ماتش في بنغردان دافعوا حظوظنا لاخر لحظه كما نجم المتلاوي من حقهم زاد يدافعوا على حظوظهم، ولكن في الاخر اللي باش يكون مركز ويروح بنتيجه طيبه في اخر ماتش هو اللي باش ياخذ نقاط الحوافز. كان هذا تصريح مدرب مستقبل سليمان طارق الجاني. سي شكري يعني ما زلت في رق في آخر جولة قبل نهاية المرحلة الأولى وتفكر في نقاط الحوافز وتعرف قيمة نقاط الحوافز في مرحلة البلاي أوت، خاصة كيفاش باش تدور النظام نتاع البلاي أوت هذايا، هل سيكون في ملاعب محايدة، هل سيكون في ملاعب الفرق اللي تستضيف بنظام الذهاب والإياب. كل مباراة مهمة وكل مباراة عندها الفوائد متاحة من حيث جني النقاط سواء في المرحلة الأولى وإلا في مرحلة البلياوت لبعض الفرق اللي باش تكون في مجموعة تفادي النزول. شوف سيد علاش قلت لك أنا كل مقابلة عندها رهان وعندها أهداف خاصة به. هذه مقابلة سليمان وسيدي بوزيد يعني شكون باش ياخذ الفارق نتاع أربع نقاط. أي. اليوم معنا سليمان في المرتبة الخامسة، يعني نعرفوا احنا الفرق اللي باش تترشح معنى مش تلعب على تفادي النزول مجموعة البلاي اوت. مجموعة البلاي اوت يعني اللي مشيت كلاسها رقم خمسة عنده أربع نقاط، اللي مشيت كلاسها رقم ستة عنده نقطتين، واللي مشيت كلاسها رقم سبعة كيما في سيدي بوزيد عنده صفر من النقاط. يعني ديجا المقابلة هذية يعني رهان كبير برشا فيها، مقابلة متاع أربع نقاط. يعني سليمان اليوم نجم نقول لك انا ضمنت اربع نقاط باش تدخل مجموعه تفادي النزول عندها اربع نقاط، فارق اربع نقاط على صاحب المرتبه الاخيره يعني على سيدي بوزيد. معناها علاش هذه مرهانه كبير برشا المقابله هذه. وذاك علاش معناها كل مقابله صعيبه وكل مقابله لازمها معناها الحكام يتحروا برشا في التعيين نتاع الحكام هذوما، وان شاء الله معناها كيما نقولوا سليمان فازت في المقابله هذه، إن شاء الله سيدي بوزيد معناها تراجع أمور متاحة وتعرف على الأقل حتى الدخلة متاحة في مجموعة تفادي النزول، لأنه ضمنت حاصيله مش تلعب على مجموعة تفادي النزول رغم المقابلة المصيرية والهامة اللي تنتظرها ضد سسمه ضد سيدي بوزيد ضد المتلوي ضد المتلوي ضد نجم المتلوي ضد يعني. نجم المتلوي وزاد اللي رهانها شكون مش ياخذ صفر نقاط وشكون مش ياخذ زوز نقاط. يعني تقريب كل مقابلة معناها عندها رهان خاص بها. في نفس الإطار هذايا تقريبا وما ثماش اختلاف كبير بين مباراة سليمان وسيدي بوزيد، نجم المتلوي فاز على الأولمبي البيجي، وتقريبا قاسم مشترك بين سليمان وسيدي بوزيد والمتلوي هو نقاط الحوافز. انتصار مهم لفريق المناجم على أرضية ميدانه، يؤكد مرة أخرى أنه الفريق هذايا من أصعب الفرق اللي تنجم تنتصر عليها في الملعب البلدي بالمتلوي، هدف مقابل صفر لفريق المناجم على الأولمبي البيجي، هدف
أجنبي ولا شانس في دقيقة 56 بالانتصار هذايا نجم المتلوي في نفس المرتبة هو مستقبل السيمان كل فريق في رصيده 16 نقطة. علاش قلت لك أنا معناها المقابلات الجايين هامين جدا للفرق من أجل نقاط الحوافز. يعني تقريبا مشي تكسب معناها كوتا وبسيسمو متلوي وسليمان كل واحدة مش تحاول تفوز في الجولة الأخيرة متاحة باش تاخو 4 نقاط، يعني ولي مشينا هزم شيخو نقطتين مزيد باش تحافظ على 0 نقاط تدخل بهم يعني المجموع التفادي النزول. وهذا من شأنه كما قلنا مقابلة مقابلات نتاع الجولة الأخيرة مش يكونوا صعاب ورهان هما كبير برشا. نجم متلوي فازت على أولمبي البيجي اللي تقريب بعد 6 جولات بدون هزيمة، نعرف 6 جولات الأخيرة 5 انتصارات يعني وتميز كبير برشا. الأولمبي البيجي حتى خرج ملعبه ما شفناش فاز على الرجيش 4 أهداف لهدف، يعني حتى في التنقل نتاعو لك لقى قدامه اليوم منافس معناها صعيب برشا على أرضية ميدان، وقدام في أرضية ميدان صعبة وصعبة جدا قدام جمهور يعني نتاع متلوي صعيب برشا. الأولمبي بيجي يعمل الهزيمة الأولى ليه بعد 6 مقابلات مسترسلة في البطولة. الهزيمة هذه ما قلتش من معنى حظوظ الأولمبي بيجي في معنى ترشح ضمن الترشح متاعه المجموعة التتويج، لكن نجم متلوي مش يتشبث بنقاط الحوافز اللي كعليش قلت لك حتى في البليوف. سمحني سي شكري، وضعيته الأولمبي البيجي ما زالت إلى حد الآن كل شيء معناتها على مستوى الترتيب نجم يصير يعني نجم ينهزم مع النادي الفريقي في الجولة الأخيرة يلقى روحه في مرتبة الرابعة. هذا النادي الفريقي طول هدف متاعه المرتبة السادسة وينتصر ربما في علاقة بمنافسي الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردان في الصدارة ممكن يمشي مرتبة ثانية، معناتها كما ينجم يكمل الرابعة كما ينجم يعني يكمل مرتبة الأخيرة ضد النادي الإفريقي في باجه رهانها كبير برشا. يعني النادي الإفريقي نجم يلعب على المرتبة الثالثة كما أولمبي باجه يلعب على المرتبة الثانية وينتظر نتائج الأخرى. به مباراة تحكينا فيها برشا مش مشكل نحكي وكليم عن النادي الإفريقي ومستقبل الرجيش. انتصار اللحظات الأخيرة بفضل هدف إدم قرب في دقيقة 90+8 النادي الإفريقي لقى صعوبات كبيرة في مباراة ضد مستقبل الرجيش، ومرة أخرى انتقادات للمدرب سعيد السيبي واختياراته الفنية. رغم هذا ما قلوش من قيمة مستقبل الرجيش اللي عمل مباراة بطولية وأقل حاجة كان ينجم يروح بنقطة في المباراة هذه. شوف يا سيد أنا ساعة نقعد بهتي أنا في المسؤولين كيفاش تفكر وقت اللي جاء سعيد السيبي فين كانت النادي الإفريقي وكان هدف متاعك الترشح للبلاي أوف هذا يرشحك للبلاي أوف فهمني، واليوم يلعب في مقابلة الأخيرة على المرتبة الثالثة في البلاي أوف. اسكو النادي الإفريقي توا طموحك هي بطولة تونس؟ يعني نحكيو هات نحكيو فنيا اسكو النادي الافريقي تستاهل باش تلعب معنا باش تنجم تهز بطولة تونس بالافكتيف الموجود هذاك وبمنع بتاع الانتداب؟ يعني النادي الافريقي انا حسب رايي اقصى طموحاتها تمشي للبلاي اوف على حسب الامكانيات. راه سي شكري باش اللي يسمعوا فينا باش ما باش نكونوا واضحين، يعني النادي الافريقي راهي جمعيه كبيره وعندها تاريخ وكل، لكن على مستوى الواقع توا الرصيد البشري واللاعبين والظروف اللي يمر بها النادي الافريقي، راي سي شكري باللكحه المحللنا الفني يقول انه النادي الافريقي بالوضعيه هذيا ما ينجمش ينافس على البطول. باش نحطوا الامور في اطار، احنا مش نحكيوا نحن على الافريقي تاريخ هذا هو الفريق هذا هو نحكيه على الرصيد البشري المتوفر وعلى المنع متاع الانتداب. ما تنجمش انت معناها تعزز الرصيد نتاعك بملاعبين ينجم يعاونوك ويزوك القدام في البلاي اوف. يعني نحكيه على عدم الاستقرار الاداري يعني الموجود في النادي الافريقي، نحكيه على المشاكل متاع النادي الافريقي هذا كله في سر في ظل معناها الظروف هذه الكل. فنيا النادي الافريقي انا حسب رايي انا فنيا غير قادر باش يراهن على البطولة. انا اقصى طموحات النادي الافريقي يكون في مجموعه التتويج، توا في مجموعه التتويج علاش معناها نجيو نضربوا توا مع سعيد السيبي ونفكروا في تغييره؟ اسكو كي تفكر تغير سعيد السيبي مش تهز البطوله؟ به مواصلين مع حديثنا لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نرفع لحضراتكم اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان، وبعد مواصلين مشوارنا في توكسبر.